نتابع هذه الصور، نربط الاتصال مع محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي ليطلعنا على آخر تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة. تفضل سيد محمد. يعني آخر تطورات يمكن أن نقول أن المنظومة الصحية قد انهارت في قطاع غزة وفي مجمع الشفاء الطبي. أعداد الإصابات التي تصل إلى المجمع أعداد غير مسبوقة، لا يمكن بحال من الأحوال استقبال مثل هذه الأعداد في المجمع، مع أنه المجمع الأكبر في قطاع غزة. الآن سعة المستشفى نفذت تماما، نضع الجرحى في الطرقات وعلى الأرض بسبب أننا لا نستطيع إيجاد سرير لهم. أقسام العناية المركزة امتلأت تماما بعد مضاعفتها إلى 5 أضعاف، والكثير من المرضى لا يجد الآن سرير في العناية المركزة لمداواتهم. الآن نستطيع أن نقول أننا نرى جرحى يموتون ولا نستطيع تقديم الخدمة لهم. المئات من الأطفال والنساء والشيوخ صراحة منظر يدمي له القلب ويدمي له الإنسانية. أطفال تأتي إلينا من تحت الأنقاض مجهولي الهوية، إلى الآن لا نعرف مصير عائلاتهم. وضع كارثي لم نشهده على مدار 17 عاما في كل العدوانات على قطاع غزة، وحتى في مسيرات العودة، وحتى في كل الحروب لم نشهد مثل هذه الإجراءات وهذا القمع وهذا يعني القصف العنيف على البيوت. يعني في كل ساعة يأتي إلينا ما هو مجموع أكثر من 100 جريح و40 شهيد. لا يمكن استيعاب هذه الأعداد من الجرحى في منظومة صحية سليمة، فما بالك منظومة صحية أصلا متهالكة تنقصها الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية. الكوادر الطبية تعمل منذ 6 أيام على مدار الساعة، لم ترى النوم. بعض الطواقم الطبية استقبلت نبأ شهادة ابنها أو زوجها أو أخيها وهي في العمل وهي تخدم أبناء شعبها. وضع صحي كارثي، ثلاجات الموتى لم تعد تتسع للشهداء. وضع لم نعهده ولم نراه. طيب خياراتكم للتعامل مع هذا الوضع القائم الآن، وإذا كان لك أن توجه نداء الآن عبر شاشة العربية ماذا تقولون؟ الخيارات معدومة أخي الكريم، لا يمكن أن نستبدل جهاز التنفس الاصطناعي بأي شيء، لا يمكن أن نستبدل غرف العمليات بأي شيء. النداء والاستغاثة لنطلقها عبر فضائيتكم، يجب فتح ممرات آمنة لدخول المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة، وأيضا مستشفيات ميدانية يجب أن تقولها من الخارج، ورفضنا بالكوادر الطبية. أيضا الوقود لدينا في مجمع الشفاء الطبي بالكاد يكفي ل3 أيام على أكثر حال، وبعدها ستقف المولدات الكهربائية وسيكون كل من هو في المستشفى عرضة للموت المحقق. جميع المرضى على أي تنفس صناعي أكثر من 100 جريح الآن هم في خطر حقيقي، ووفاتهم ممكن أن تكون في أي لحظة. أقسام الخدج والحضانات يمكن أن تعمل بدون كهرباء. يجب إمداد القطاع الصحي بالمولدات الكهربائية، بالوقود اللازم لتشغيلها، بالمستهلكات الطبية، بالأطباء، بالمستشفيات الميدانية، حتى نستطيع الآن يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه. قبل قليل تم تفريغ مستشفى أطفال لوضع الإصابات فيها، وهذا سيؤثر على الخدمة الصحية عند الأطفال، ولكن لا يمكننا ترك جرحانا يموت ونحن ننظر إليه. نعمل بما نستطيع، لكن أود أن أقول لك أن المنظومة الصحية فعلا قد انهارت تماما. لا يمكن مجاراة. عندنا في المجمع 15 غرفة عمليات لم تتوقف نهائيا. يخرج غرفة عمليات لا يوجد سرير في المستشفى أو في أقسام العناية المركز. وضع صعب، يجب على الجميع تحمل مسؤولياته. خلال ساعات وخلال يعني ساعات قليلة إن لم يتم فتح ممرات آمنة ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمستشفيات الميدانية بالتأكيد من هان لآخر النهار، سنكون أمام وضع صعب جداً، وسنرى يموتون أمام عيوننا ولا نستطيع تقديم الخدمة لهم. هذا أمر مؤلم، أمر فظيع، أمر لا يجب يعني جميع الأعراف الدولية تكفل معالجة المرضى، تكفل الحفاظ على الطاقة والمستشفيات.
يجب على الكل من أكبر على العالم الدول العربية التحرك الآن لإمدادنا بهذه المستلزمات. فيما يتعلق بأعمار المصابين وجنسهم وما إذا كانوا مدنيين أم لا، هل لك أن تجمل لنا يعني ربما أعمار وفئات هؤلاء، خصوصا بأن التقارير التي تصلنا تشير إلى أنه أكثر من ربع القتلى الذين يصلون إلى المشافي هم من الأطفال؟ ربما أكثر من النصف أخي الكريم وليس الربع. يمكن تشاهدون على الفضائيات معظم الذين يأتون كلهم مدنيين من الأطفال والنساء، أعمارهم منهم من هم أجنة في بطون الأرحام، خرجت الأجنة من بطون أرحامها، منهم من هو عمره شهر وعمره شهرين وعمره 5 شهور و6 شهور وسنة و10 سنين، مناظر لم أشهدها في حياتي، أشلاء ممزقة، أطفال يعني الأهالي يبحثون عن أطفالهم بهلع، الكثير من العائلات من الأم والأب والجد والجدة والأحفاد أبيدوا تماما عن السجل المدني. من بقي قبل قليل بقي طفل عمره شهر من عائلة مكونة من 10 أفراد، يعني وضع خطير جدا. يعني معظم أكثر من 50% من الشهداء وهم من الأطفال والنساء، وهذا موثق على شاشات الكاميرات، وهذا موثق ب والان قصف عنيف تسمعون ممكن في الخلفيه. نعم. في كل لحظه القصف. نحن نشاهد الان صور مباشره التي تاتينا قبل قليل لهذا القصف، ونشاهد هذه الصور الان من قطاع غزة في ظل نقص المياه ومحاولة المدنيين تزود بالمياه، وأيضا هناك وضع الأطفال. نعود إلى الصور المباشرة. أنا أود أن أسألك عن جزئية تلبية طواقم الإسعاف للنداءات. الآن هناك أنباء تشير إلى أن هناك مخاوف لدى سيارات الإسعاف للتوجه إلى مناطق القصف بسبب استهداف بعض يعني هذه الطواقم رغم وجود تنسيق مع الجيش الإسرائيلي. حدثنا عن هذه الجزئية. يعني هذا أيضا معضلة كبيرة ومعضلة كبيرة جدا جدا. ما تم استهدافه الآن أكثر من 15 سيارة إسعاف، وقد تم استشهاد أكثر من 8 من المسعفين ومن الهلال الأحمر الفلسطيني. بالأمس تم استهداف 2 سيارة للهلال الأحمر الفلسطيني، مع العلم أنه كان هناك تنسيق مع الصليب الأحمر ومع الجيش الإسرائيلي لدخول هؤلاء السيارات لانتشال الجرحى والشهداء، ولكن تم قصفهم واستشهد منهم هؤلاء المسعفون. هذا أمر خطير أيضا، خطير جدا جدا. الآن المسعفون لديهم تخوف كبير من نقل الجرحى. أيضا في معضلة أخرى، هناك يعني تحت الأنقاض أناس أحياء نسمع صوتهم ولا نستطيع طريق الخدمة لهم بسبب عدم وجود معدات إلى للدفاع المدني لانتشال هؤلاء الضحايا. منذ الأمس ونحن نسمع أصوات هؤلاء الأطفال والنساء تحت الأنقاض وهم يستغيثون، ونحن عاجزون على تقديم الخدمة لهم. أمر فظيع 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 لا يمكن تصوره. مهما تكلمت على أرض الواقع عشرات عشرات وأضعاف ما أتكلم به على أرض الواقع. الواقع صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. الآن الآن وليس بعد ساعة أو ساعتين يجب إدخال المساعدات والوقود والمياه. أيضا المياه معضلة أخرى. الآن المستشفيات تقريبا بدأت تنفذ فيها المياه بسبب عدم وجود الكهرباء لتوليد محطات المياه. تخيل مستشفى بهذه الأعداد من الجرحى، بهذه الأعداد من الناس، لا يوجد بها مياه، وستنقطع الكهرباء خلال 3 أيام، ستصبح المستشفيات عبارة عن مقابر جماعية وليس مستشفيات. بدل أن نقدم الخدمة للجرحى والمصابين وأيضا المرضى العاديين، هناك مرضى منهم جلطات قلبية وجلطات دماغية وأمراض القلب والشرايين. الآن هؤلاء كلهم تحت خطر حقيقي. الكل مستهدف داخل المستشفى بسبب نقص الأدوية، بسبب نقص الوقود والمياه. وضع فظيع. ماذا دكتور محمد عن يعني جزئية المصابين بأمراض مزمنة، المصابين بالسرطان، الفشل الكلوي؟ هؤلاء يحتاجون إلى أدوية خاصة كان يتم تزويد القطاع بها من الضفة الغربية ومن مصر ومن الخارج. كيف تتعاملون الآن مع هذه الحالات في ظل نقص الإمدادات؟
هذه أيضا معضلة أخرى تراكمت علينا في القطاع الصحي. كان يوميا يخرج إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس وجمهورية مصر العربية حوالي 500 مريض من الأمراض المزمنة، أمراض السرطان، أمراض الفشل الكلوي، أمراض التي تحتاج إلى مراكز متقدمة. الآن هؤلاء حياتهم على الخطر، ومنهم من توفي لأنه لم يتلقى جرعة كيماوي أو لم يتلقى جرعة إشعاعي كانت له المفترض قبل يومين أو ثلاثة. هذا أمر أيضا يفاقم الأزمة في القطاع الصحي. هذا أمر كثير من الأمراض المزمنة، المرضى لا يستطيعوا الوصول إلى مراكز الرعاية الأولية وأخذ أدويتهم. وضع صحي صعب جدا. أيضا هناك معضلة أخرى، يعني خلال ساعات أو أيام ممكن أن تظهر، وهي الأوبئة في داخل المدارس التي لجأ إليها الناس. هناك وضع صحي خطير جدا، أعداد النازحين بالمئات الآلاف، نعجز عن تقديم الخدمات لهم. أيضا انتشار أي أوبئة لا سمح الله ستكون بمثابة كارثة إنسانية ليس على قطاع غزة ولكن على المحيط كله بما فيها دولة الاحتلال. نعم. بما فيها مصر وكل الدول المجاورة. أن والآن يعني وأنت تتحدث معنا دكتور، الصليب الأحمر يؤكد بأن الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة. هذا ينسجم تماما مع ما استعرضته من تطورات لأوضاع الوضع الصحي وتراجعه بشكل كبير بسبب نقص المياه والغذاء والإمدادات والمستلزمات الطبية. أنا أود أن أسألك سؤال أخير حول فكرة ربما فتح ممر آمن. إلى أي مدى ربما هذه ستوفر بالنسبة للقطاع الصحي متنفسا لإعانته على تقديم خدمات أفضل في ظل الظروف الحالية؟ يعني بالتأكيد تم فتح ممر آمن وتم إرفادنا بالوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، فتشتغل محطات المياه، سنقوم بعلاج المرضى. أيضا يجب يعني إرسال طواقم طبية ومستشفيات ميدانية حتى نخفف عن المستشفيات القائمة حاليا. ربما يساعد يعني بعض الشيء صراحة في هذا الموضوع، يجب أن يساعد لأن بدون دخول هذه المستلزمات الطبية خلاص الموضوع خرج عن السيطرة تماما. لا يمكن في أي حال من الأحوال مستشفيات كبيرة عريقة لا تصمد أمام هذه التحديات، فما بالك في مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من نقص أي كبير في المستلزمات الطبية. هل تسبب النقص دكتور محمد حتى الآن فعليا بوفاة أشخاص كانوا بحاجة إلى علاج وكان هناك فرصة لإنقاذ نعم. حياتهم وقضوا نعم. بسبب نعم طيب نعم هناك مرضى السرطان، هناك مرضى القلب، هناك الجرحى أيضا، أكثر يعني كثير من المرضى فقدوا حياتهم بسبب عدم تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة، لأننا لا نستطيع الآن أن نداوي جميع المرضى، نركز على شيء ولإنقاذ الحياة، لكن ربما هذا يأتي على حساب مريض عنده جلطة قلبية، عنده مشكلة مزمنة، عنده فشل كلوي، هذا بالتأكيد سيؤثر على حياة هؤلاء المرضى. ونحن نتحدث وزير خارجية مصر يقول بأن استهداف المدنيين في غزة غير مقبول ويجب مراعاة طبيعة كثافة سكان القطاع. وفي هذه الجزئية أود أن أسألك، أنه غزة ربما من أكثر الأماكن اكتظاظا على الأرض، وبالتالي طبيعة الإصابات التي تأتيكم بسبب استهداف المباني والمنازل كيف يمكن وصفها، وأكثر الأنواع والتحديات التي تواجهونها؟ وهذا ما حدث بالفعل، يعني قبل أقل من ساعة لساعة ونصف تم قصف مخيم الشاطئ. مخيم الشاطئ يعتبر من أكبر المخيمات اكتظاظا في العالم، في مساحة 101 كيلومتر مربع يقطنه 100,000 شخص. تم قصف مكان آمن، البيوت أصلا هناك من الصفيح ومن الكرمين. وصل إلينا من هذا المكان 30 شهيد ومئة إصابة في خلال نصف ساعة، وما زالت الفرق البحث تبحث عن الأنقاض. قطاع غزة عبارة عن كتلة بشرية، أي قصف في أي مكان سيؤدي إلى أضرار بالمدنيين. قطاع غزة 2 مليون و200 بني آدم حياتهم الآن على المحك، حياتهم الآن بدون كهرباء، بدون مياه، بدون غذاء، بدون معابر. هذه كارثة إنسانية ستحل على البشرية والمنطقة كلها إذا لم يتم تدارك الأمر.